لعرض شاشة الحاسوب على تلفازين في وقت واحد الأمر بسيط وسهل جدا. في هذا الفيديو استعملت نوعين من الكابل للإيصال، كابل HDMI أو كابل HDMI بالنسبة للتلفاز الأول. أما بالنسبة للتلفاز الثاني فاستعملت كابل VGA أو VGA لمن يتوفر على مدخل VGA فقط ويريد عرض شاشة حاسوبه على تلفازين. يمكنه عمل ذلك عن طريق أدابتر ويكون على هذا الشكل كما تظهر لكم الصورة. ويوجد العديد من الطرق لإيصال الحاسوب بالتلفاز، قمت بشرحها في فيديو سابق وهو شامل لكل الطرق. سوف يظهر لكم رابط المشاهدة، ما عليكم سوى الضغط عليه لمشاهدته أو تجدون رابطه أسفل هذا الفيديو. بعد إيصال التلفازين بالحاسوب نذهب إلى سطح المكتب ونضغط في مكان فارغ على الزر الأيمن للفأرة، ثم نضغط Screen Resolution. ومن يعمل على حاسوب بلغة أخرى هذا ليس مشكل، لأن هذه الخاصية توجد بنفس الأيقونة ونفس الترتيب، الاختلاف يكون في اللغة فقط. المهم بعد الدخول نضغط على Detect ليتم عرض شاشة الحاسوب على التلفاز الثاني بكل بساطة. الخطأ الجم أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم أما ناد بك. نضغط على أبلي ونوافق على التغيير. أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تصدر في السهو وتختال من الزهو. خاصية Identify تتيح لنا إمكانية نقل النوافذ من اليمين إلى اليسار أو العكس، أو من الأسفل إلى الأعلى أو العكس حسب وضعية التلفازين. تابعوا مع الشرح لتفهموا. إذا أصخت مولاك فما تقلق من ذاك وإن أخفق مسعاك تلظيت من الهم وإلا حلك النقش من الأصفر تهتش وإن مر بك النقش. الآن سأقوم بتمرير هذه النافذة من التلفاز الأول إلى التلفاز الثاني وذلك من اليسار إلى اليمين. وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم وتسعى في هوى النفس وتحتال على الفلس وتنسى ظلمة الرمس ولا تذكر ما ثم. الآن سأغير جهة النقل من اليمين إلى اليسار. ولا كنت إذا الوعظ جل الأحزان تغتم ستذري الدمن الدمع إذا عينت لا جمع يقي في عرصة الجمع ولا خال ولا عم كأني بك تنشي. خاصية رائعة. الآن أظن أن الفكرة اتضحت لكم. خاصية Resolution تمكننا من تحديد حجم شاشة العرض. نختار حجم شاشة العرض للتلفاز الأول ثم التلفاز الثاني حسب رغبتنا أو نتركها كما هي. فلا بد من الأرض إذا اعتد صراط جسره مد على النار لمن أم. فكم من مرشد طل ومن ذي عزة ذل وكم من عالم زل وقال الخطب قد طم. فبادر أيها الغمر لما يحل به المر فقد كاد يهي العمر وما أقلعت عن ذم. إذا أردنا جعل الشاشة الثانية هي الأساسية وتحويل الأولى إلى ثانوية نتبع الخطوة التالية. نضغط على الشاشة الثانية ثم نفعل هذا الخيار، والعكس صحيح، بمعنى لو أردنا إرجاع الشاشة الأولى أساسية نتبع نفس الخطوة التي طبقناها على الشاشة الثانية. إذا ساعدك الجد وزم اللفظ إن ند فما أسعد من زم. ونفس عن أخي البث وصدقه إذا نث ورم العمل الرث فقد أفلح من رم. ورش من ريشه انحص بما عم وما خص ولا تأس على النقص ولا تحرص على اللم. وعاد الخلق الرذل وعود كفك البذل ولا تستمع العذل ونزه عن الضم. وزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بما أوصيت يا صاح فقد بحتك من باح فطوبى لفتى الله. Multiple displays لتقسيم الشاشة إلى أساسية وثانوية أو عرض شاشة واحدة على التلفازين أو استعمال الأول فقط أو استعمال التلفاز الثاني لوحده. تابعوا.
وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم. فكم تسدر في السهو، وتختال من الزهو، وتنصب إلى اللهو كأن الموت ما عم. وحتى متى جافيك وإبطاء تلافيك، طباعا جمعت فيك عيوبا شملها انضم. إذا أسخطت مولاك فما تقلق من ذاك، وإن أخفق مسعاك تلظيت من الهم. وإلا حلك النقش من الأصفر تهتش، وإن مر بك النعش تغاممت ولا غم. تعاصي الناصح البر، وتعطاس وتزور، وتنقاد لمن غر ومن مان ومن نم. وتسعى في هوى النفس، وتحتال على الفلس، وتنسى ظلمة الرمس، ولا تذكر ما ثم. ولو لاحظك الحظ لما طاح بك اللحظ، ولا كنت إذا الوعظ جلى الأحزان تغتم. ستذري الثمن الدمع إذا عينت لا جمع، يقي في عرصة الجمع ولا خال ولا عم. كأني بك تنحط إلى اللحد وتنحط وقد أسلمك. إلى هنا يكون قد انتهى الشرح. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ولمن لم يفهم أي معلومة أو يحتاج إلى شرح معين يضعه في تعليق. يمكنكم الاشتراك بالقناة ليصلكم جديدنا، كما يمكنكم التواصل معنا على فيسبوك وجوجل.